السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم أحبتي الكرام بكل خير وسعادة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع بأتم الصحة الليلة ثلاث قصص من أروع وأجمل قصص البادية اللي راح تسمعونها ولا تنسونا أحبتي الكرام من اللايك والاشتراك في القناة بارك الله فيكم أحداث القصة هذه حصلت في بادية الشام في سوريا فيه رجال ينقال له أبو محمد أبو محمد هذا من الرجال اللي ينعدون على الأصابع بهذاك الوقت رجال طيب رجال كريم محترم كل هالعرب تحترمه وتقدره الطيب أخلاقه وكرمه وهو رجال محترم نفسه في البداية وفارض احترامه على هالعرب أبو محمد هذا عنده ثلاث أبناء محمد تشبير في منتصف العشرينيات وتجي بعد منه مريم ثلاثة وعشرين سنة وبعد منها فاطمة عشرين سنة وأم محمد متوفية وبما أنه أحداث هالقصة حصلت في البادية فكان أبو محمد عايش في خيمة شعر أو الخيام هذه البيوت الشعر اللي يسكنها البدو أبو محمد هذا كان عنده شوية حلال. يعني حوالي 100 راس غنم وعنده كم ناقه وكم بعير واموره مستوره يعني نقدر نقول متوسطه وابو محمد هذا كان يعني فاتح مضيف للرايح وللجاي ورجال صاحب طيب وكرم ومعروف بين العربان كلها مو بس العرب اللي هو منها ابو محمد هذا بيوم من الايام يعني بعد ما وصل في نهايه الخمسينيات قال له ولده محمد وحس الرجال هذا يعني بدنو أجله وحس أنه أيامه بآخرها قال يا ولدي يا محمد حاس أنه أيامي قربت تنتهي ودي أنصحك نصيحة يا ولدي قبل ما أموت فقال له محمد يا يوبا ليش تسولف هالسوالف الله يطولنا بعمرك ويخليك تاج على راسنا وانت سندنا ليش تسولف هالسوالف فقال له والله يا ولدي الموت هذا حق على كل بني آدم واني لازم أنصحك هالنصيحة قبل ما الله ياخذ أمانته قال تفضل يا الله يطول بعمرك قال له يا ولدي لا تعطي سرك المرة والبخيل لا تناسبه والشيخ لا تقاصره قال شلون يا يبا قال له مثل ما نجي أقول لك سرك لا تعطي الحرمة والبخيل لا جاك لا تناسبه ولا تصاهره والشيخ لا تشاكله ولا تقرب عليه أي شيخ إن يعني أو محمد حفظها هالنصيحة وقال لك يعني يفكر بينه وبين حاله يعني شنو يعني مغزى الوالد من هالنصيحة هذه وراحت الأيام وجدت الأيام بعد سن زمان توفى الشايب أبو محمد رحمة الله عليه وظل محمد وخواته مريم وفاطمة محمد لما توفى والده ما كان متزوج بعد ما توفى والده بفترة من الزمن قام خطب له وحده من هالعرب وتزوج وكانت اموره هو وخواته وزوجته امور طيبه ومن احسن ما يكون لانه اللي خذاها بنت عالم وناس وكانت متفقه هي واخواته بهالخيمه وامورهم تمام محمد فكره عند نصائح والده الله يرحمه يقول يعني شلون البخيل لا تناسبه والمرأة لا تعطيها سر والشيخ لا تشاكله والبخيل لا تناسبه ومحمد كان كمان بما أنه تربية أبوه وكان دايم حاضر بالمجلس فكمان محمد كان من الرجال والشباب اللي يرفع بها الراس وشاب محترم وخلوق وكريم مثل والده ولكن هالنصايح هذه دائما بباله وتروح الأيام وتيجي الأيام يجي أحد الرجال من عرب ثانية ويخطب أخته الشبيرة مريم قال والله نذكرنا عندكم بنات للزواج وإحنا طالبين القرب قال محمد يا حي الله يا أهلا وسهلا ما الناسب أحسن منكم بس ولكن علينا شور نشاور البنت ودنا نسأل عليكم يعني يسألون عن الرجال هذا اللي جاي خطب قال هذا أكيد حق وشرع أكيد البنت لازم تشاورونها والسؤال من حقكم قام الرجال هذا راح وقال يعني محمد قال له استنى منا رد خبر وإن شاء الله نرد لك بالخير راح هذا الرجال وبدأ محمد يسأل عن الرجال هذا أول شيء سأل أخته قال لها جاينا خطاب وجاينا فلان وكذا يعني شو رأيك قالت له والله يا أخوي أنت تفصل وأني ألبس أكيد أنت ما راح تعطيني الحدا يعني ما يستاهلني ولا يقدرني وراح محمد يسأل عن الرجال هذا اللي اسمه طلال راح يسأل عن أحوال طلال وإلا أحوال طلال فوق الريح الرجال عنده أباعر وعنده غنم وعنده حلال أو عنده بيوت شعر وخدم وعبيد وشغلة قايمة الساعة ولكن لما صار يسأل قالوا ليش تسأل يا محمد انت عن الرجال قال والله خطب مني الرجال خطب أختي ودي أسأل عنه قالوا يا محمد صحيح الرجال هذا عنده مال وعنده حلال ورجال غني بس ولكن يا محمد هذا الرجال ما يناسب زلمي بخيل وترى ماله هذا اللي جامعه كله بخل شو تقولون قال هذا اللي جاك واحنا ننصحك الرجال هذا ما يناسب ولا يقارب قال جزاكم الله خير ورجع ويقوم يرسل خبر للرجال قال له اذا الله اعطاك انا اعطيتك او هذا طلال لما نسمع هالخبر انبسط ويجيب لك الجاهه التشبيري من الشيوخ وعوارف ويجي على محمد ويخطبونه بشكل رسمي ويكتبون الكتاب عقده والعقد ويومين ثلاثه يجهزون مريم ومريم عروس وجهزوا الامور وساووا العرس بهالباديه والتمت هالعرب وتزوجت مريم وراحت البيت زوجها وظل محمد وزوجته وأخته فاطمة وتروح الأيام وتجي الأيام ويجي رجال ثاني يخطب أخته الصغيرة فاطمة قال احنا طالبين القرب يا محمد وما الناسب أحسن منكم قال والله يا حي الله أهلا وسهلا بس احنا كمان علينا رد للبنت ورد للعرب ونشاور بعضنا وإن شاء الله نرد لك خبر يا حسن هذا حسن اللي جي خطب فاطمة أورى حسن بانتظار رد الخبر صار محمد يسأل على حسن هاي يا عرب شو تقولون بهالرجال شو تعرفون شو ما تعرفون عنه قالوا والله هذا الرجال من أحسن الناس أبوه من الرجال الطيبة ومن اللي تنعد وجماعة يناسبون وهذول الجماعة عندهم من الحلال يعني أمورهم متوسطة خلينا نقول مو من أغنياء العرب قام محمد أعطى فاطمة الحسن وصار هالعرس وصارت هالفرحة وتجوزت فاطمة وما ظل غير محمد هو وزوجته بهالخيمة وعنده هالحلال وعايش هو وزوجته يعني مثل السمنة على العسل هو وزوجه أمورهم تمام التمام وما بيناتهم خلافات ولا بيناتهم مشاكل وعايشين مثل ما نقول سمنة على عسل اتروح الأيام وتجي الأيام الديرة اللي ساكن بها محمد أمحلت ما ظل فيها لا ربيع ولا ظل بها مي وقرر محمد بهذاك اليوم أنه يدور له على ديرة بها ربيع وبها مي مشان هالحلال وهالباعر اللي عنده ويقوم محمد يرسل الراعي اللي عنده وقال له يا فلان ودك تروح تدور ديره بها ربيع وبها مي مشان هالحلال اللي عندنا ودنا نغير هالبلاد وفعلا الراعي يروح يغيب له اربع خمسة ايام ويرجع وقال له والله يا عمي محمد لقيت ديره زينه ديره الشيخ متعب وبلاد فيها ربيع وفيها مي والشيخ متعب من الشيوخ اللي تجاور قال له زين ويقوم يرحل هذاك اليوم محمد هو وزوجته والراعي وخذوا هالحلال وهالبل وراحوا على ديرة الشيخ متعب وطبعا محمد خلال هالفترة اللي مرت كلياتها نصيحة والده ما غابت عن باله خواته اثنين تجوزن وحدة تجوزت من رجال زين ووحدة تجوزت من رجال بخيل وهو تزوج وهالحياه ماشيه بس قاعد يستنى يشوف لك يعني يقول يعني شوف ما صار شيء يعني هذا اختي تزوجت بخيل وانا تزوجت وكذا المهم مالكم بالطويله لما نزل محمد بديره الشيخ متعب ومحمد ابوه معروف بين العربان كلها وبين القبائل اسمع الشيخ انه فلان اليوم نازل عنا بالديره ومحمد يعني حاول يبني خيمته قريبه من خيمه الشيخ شوي ويقوم هذا الشيخ متعب يذبح الذبايح ويعزم هالعرب ويعزم محمد هذه عند العرب يسمونها انزاله او تكريم للضيف يعني اللي يجي ينزل على العرب هذه ويجي محمد هذاك اليوم يحضر هالعشاء مع هالعرب ويا حي الله ويا اهلا وسهلا ومحمد مبسوط هذاك اليوم انه الشيخ مقدره ومكرمه هذا الشيخ متعب عنده نعامة النعامة هذه كلها بشف وهالعرب بشف يعني اطلب ولد من ولادة الشيخ يعطيك اياه بس هالنعامة لا تقرب عليها محمد لمس هالموضوع هذا سمع من هالعرب قبل ما يجي على العشاء وهم بالمجلس كمان دار حديث حوالي النعامة وفهم انه هالنعامة هذه اغلى ما يملك الشيخ متعب بعد ما تعشوا وسهروا هذاك اليوم طلع محمد واستاذن من الشيخ وراح باتجاه خيمته محمد هو رايح يقوم ياخذ النعامة نعامة الشيخ متعب وعنده خيمة صغيرة بانيها للدجاج ويروح يشيل النعامة هذه ويحطها بخيمة الدجاجة صغيرة أو جي على هالبيت على هالخيمة أو زوجته ها شلون هالعشاء شلون الوضع قالها والله من أحسن ما يكون أو نام هذيك الليلة محمد وأصبح الصباح وإن العرب قايمة ما هي قايمة الساعة بالعرب خير شنو صاير شنو فيه؟ يقولون والله نعامة الشيخ مسروقة منو سارق النعامه منو اللي تجرا على الشيخ متعب منو اللي كذا وتدور هالعرب ويسالون وكذا ما لقوا النعامه ولا لقوا لها اي اثر محمد قال لمرته قالها يا مرة والله ودي اطلع اليوم على الصيد ودي افحص هالديره وامحصها واشوف شلون هالاوضاع واشوف هالحلال وهالباعر ويقوم محمد فعلا يركب هالفرس ويطلع على الصيد ويفتر بهالديرة وظل يفتر كل النهار تال النهار ويشوف له غزال ويصيده محمد بعد ما صاد الغزال قطعه وجهزوا للطبخ وجاء على هالخيمة بين المغرب والعشاء كانت الدنيا ليل لما وصل الخيمة سلم على مرته وقالها يا مرة اليوم ودي أطعمك لحم بحياتك ما شليتي ولا ضقتي أبداً شنو يا محمد قالها اليوم ودش تاكلين نعامة الشيخ شلون قالها مثل ما جاء اقول لك قالها هذه النعامة وطبخيني اياها ولو تقوم هالحرمة تطبخ لحم الغزال وعلى اساس انه لحم نعامة وتطبخ هذاك العشاء الطيب وتعشهي ومحمد وينامون هذاك اليوم وبطونهم مليانة لحم نعام ومرته تقول له يا محمد لا تروح تشاكل انت والشيخ ترى الشيخ هذا ما يقارب وروح يسوي لك مشكله لا اسمع قالها ما عليك انت شو ودك بهالسالفه خلاص ما شريتي وعبيتي بطنك لحم نعام قالت له والله قالها خلاص اسكتي على هالموضوع ولا تجيبين سير لحد بنوب وفعلا تروح الايام وتجي الايام شهر شهرين زمان ومحمد يعني يستنى يشوف شنو وده يصير بيوم من الايام يشاكل محمد وزوجته ويقوم يضربها تشفين ثلاث وقامت الحرمه تصيح وزعلت وصارت تمشي بهالعرب وتصيح يا ولا إذا هذا محمد نعامته الشيخ سرقها وشلاها اني ودي اقدر عليه والله والله ما يعني ما لي قدره عليه وتسمع العرب ويصل الخبر للشيخ متعب قالوا له والله مرت محمد ماشية ماشي بالعرب وتصيح تقول محمد هو اللي سرق لك النعامه قال جيبوه محمد ولو يبعث رجال عليه ويجيبون محمد بشتف ها يا محمد صحيح الاخبار والعلوم اللي سمعتها قالوا شو سمعت قالوا والله سمعت انك انت اللي سرق النعامه قالوا اي والله يا شيخ انا سرقتها وشليتها شلون تجرأ ما شلون تجرأ قالوا والله يا شيخ هذا اللي جاك قال له ترى يا محمد أنا ذابحك ذابحك بس ولكن كرامة لأبوك بقبره بما أنه معروف ورجال له قدر واحترام وأنت ما قدرت قدر أبوك بين الناس راح أعطيك فرصة لأجل أنك تعيش وهالقبيلة مجتمعة كلها كبارها مع صغارها مع شيابها مع حريمها وكلها يعني ناطرة ومستنية حكم الشيخ وشنو بده يسوي الشيخ متعب بغريمه محمد يعني شنو هالجرأة هاي اللي عند محمد يعني يجرأ على نعامة الشيخ يخرب بيتك يا محمد على هالسالفة ويقوم الشيخ متعب يقول لمحمد قال له فرصتك بهالحياة انك تعيش يا محمد مقابل انك تجيب لي مية ناقة صفرة وشرط النوق هذه ما وحدة تختلف عن الثانية والله وحدة عورة وحدة كبيرة وحدة صغيرة ما يمشى الحال ودي هالميت يعني ناقة لمن أناظر عليهن كلهن كأنهن يعني حجم واحد يا شيخ يطولك يقصرك منين ده جيباني ميت ناقة صفرة والناقة صفرة ما هي يعني موجودة عند كل واحد الناقة ناقة صفرة هذي وغالية وثمينة قالوا والله هذا اللي جاك تقدر تجيب ميت ناقة أعفي عنك لوجه الله ما تقدر تجيب ناقة ترى والله قصر قبتك ومعك ثلاثة ايام اتركك الان وبعد ثلاثة ايام ان ما جبت مئة ناقة ترى وين ما نروح الجايبة كاني يعني. ويقوم محمد يرجع على البيت ويضرب اخماس باسداس ويقول منين ودي اجيب مئة ناقة هو عنده يعني ابو عشر نياق ولكن ما عنده من, من المئة ناقة صفر عنده ناقتين صفر ومنين بده يجيب الثمانة وتسعين ويقوم محمد يركب هالفرس ويقول والله مالي غير نسيبي طلال اللي هو زوج أخته أتشبيري مريم قال هذا الرجال عنده حلال وعنده مال ولا بد أنه يعيني ويقف معاي بهالمحنة هذه وفعلا يركب الفرس ويطلب ديرة نسيبه طلال لمن أقبل طلال من بعيد طبعا بهالوقت هذا كانت مريم وطلال مخلفين ولاد عندهم ولاد وعندهم بنات لما نقبل محمد من بعيد شافت شافت الزوال مريم قالت والله هذا شنو زوال اخوي محمد زولو يعني من الفرس عرفته وقاموا الولاد يصيحون خالي وخالي وجي خالي محمد طلال قاعد بالبيت ونقولهم والله لله عنا ابوكم على ابو خالكم ايش جاب خالكم هذا علي يعني شوف والله هذا ما جابته غير اليوم السود علي الله لا شان جابه <applause> يصل يصل محمد وهذا طلال جاعد بهالبيت لا فعل يقوم يلاقيه ضيف صاروا زمان او هذا طلال قاعد بهالبيت لا فعل يقوم بوجه محمد الو من جه محمد السلام عليكم وعليكم السلام خير ان شاء الله شو وراك خيو طاير بهالصحراء بهالشموس شو وراك يا رجال والله ما وراك غير العلوم السوداء يمكن الله لا كان جاب هالوجه <applause> يقول ب... كلام يقوله بقلبه وكلام يقوله على لسانه هذا طلال قالوا والله يا نسيب ترى الايام جارت علي وعندي مشكله كبيره وقلت والله مالي غير نسيب طلال هو اكيد يقف بجانبي ويساعدني ايش وراك يا رجال شو مساوي عزم ذبحت لك واحد عزم ابتليت عزم يا رجال انت خرجك خرج مشاكل وتعلق مع الناس قالوا يا رجال امره صار خير ايش عندك قال له والله علقت مع الشيخ متعب والشيخ متعب طالبني ميت ناقة صفرة واذا ما حصلت الميت ناقة صفرة ترى الرجال معطيني ثلاثة ايام وترى اذا ما جبت له اياهن ذابحني وقال له انت شنو علقك مع الشيخ متعب؟ قال له والله سرقت النعامه تبع الشيخ وشليتها وقال له والله لخليك تاكل سم الهاري. يا ول يا محمد يا مروح انت قد الشيخ انت قد الشيخ متعب الله لا يردك ستين طمره جهنم. <applause> يقوم هذا محمد يقول والله يا طلال يا نسيب الرحمن هذا اللي جاك. قال له والله خيو اني والله ما عندي ما يعني ما عندي شيء اعطيك اياه. لما شاف هيك واخت محمد تقول له يا رجال عنا حلال وعنا ما شاء الله خير واجد وهذا طلال عنده من نياقة الصفر ألف عنده حلال خير من الله واجد يا رجال الله هداك أخوي يعطيه أحسن ما يذبحوا الشيخ متعب هذا وشيخ متعب ما عنده مزح قالها والله يا حرمة ترى إن ما سكتي إني غير أخليك أطردش مع محمد أسكتي واسلمي على ريشاتك قامت سكتت مريم وصارت تبكي وقام محمد وده يمشي وده يفل قال لك يا عمي مزاني ما لقيت هنا ودروح روح ادور لي عرب ثانية المهم لما قام وده يمشي محمد قال له نصيبه طلال شوف لا رجعت واذا اعطاك حدا من هالعربان ومريت علي ترى عندي التيس هذاك هو التيس هذا عن الطلال تيس مرضان ويعني بتالي يروح قال عيّن خير خير إن شاء الله يا طلال ويركب هالفرس محمد وين يروح؟ يروح على نسيبه الثاني اللي هو حسن اللي أخذ أخته فاطمة قال والله مالي غير نسيبي حسن ويركب ويروح لعند حسن لما نقبل من بعيد محمد تشوف الفرس فاطمة وتقول يا حسن والله هذا زول أخوي محمد وهالفرس شنو فرسه. ويقوم هذا حسن يقف على طوله يصيح على ولاده يا ولاد انحروا خالكم جانا خالكم محمد ويقوم هذا حسن يلاقي محمد حوالي 200 300 متر قبل ما يصل هالخيمه ويا حي الله واهلا وسهلا حي الله زارتنا البركه يا اهلا وسهلا بمحمد والله يفوت محمد وهالقهوه لمحمد ويجعد محمد بالصدر لما قاعد محمد قال له خير يا محمد ترى والله مه جايبتك غير صعايب الأمور وسود الأيام عسى ما شر إن شاء الله يا محمد قال والله يا نسيب الرحمن تراني علقت مع الشيخ متعب ورجال طالب مني ميت ناقة صفرة وكل ناقة مثل أختها وإن ما حصلت هالنوق هذه خلال ثلاثة أيام الرجال قاطع راسي قال بشر ابشر ابشر ولا تاكل هم ان شاء الله ما يصبح الصباح يا محمد الا ان شاء الله تسوقهن قدامك ال ناقه قال كفو ولكن محمد لما شاف وضع حسن يعني حسن ما عنده من النياق هذه الصفر غير ثلاث اوضاعه الماديه يعني تعبانه عادي قال ولا تاكل هم ابدا ولا تحسب حساب يا محمد ويقوم هذا حسن يذبح له ثلاث اربع ذبايح ويعزم العرب اللي هو بهي كلياتها عمامه وخويانه على شرف محمد ولما انعزم هالعرب ويقوم حسن هذا يجيب مئة عقال العقال هذا اللي عقلون بالناقة ويجيب عقل الناقة هاي المية ويحطها على حبال الخيمة وبعد ما اجتمعت هالعرب وداروا هالزاد وخير الله وهالذبايح قالهم يا عرب اسمعوا قبل ما يمدون ايدهم عزاد قالهم هذا محمد أخو فاطمة هذا ابن فلان وتراه جاي على هالعرب ودايس بساطها وطالبنا وناخينا خير يا فلان يا حسن قالوا والله رجال مطلوب منه مية ناقة صفرة وعنده مشكلة هو والشيخ متعب والرجال دايس بساطنا قامت هالعرب كلها الرجال الموجودة ابشر يا حسن ولا همك ان شاء الله رايتك بيضة وتقوم هالزلم تبلش تاكل بزاد وكل ما واحد يقوم يغسل يشيل عقال عقالين على حسب ما واحد عنده من هنياقة الصفر اللي ياخذ له عقال اللي له عقالين اللي له ثلاث ما قامت الزلم كلها عندنا العشاء اللي ما ظل ولا عقال على الحبال العقال هاي مو على الحبال الخيمه ما ظل ولا عقال كل من خذ عقال عقالين وراح بعد هالعشاء وجه الضوء وانها هنياق مجتمعه 100 ناقه وكل ناقه بعقالها ويقوم حسن يقول لمحمد قالوا يا محمد هذه نياقة كلمية 100 ناقه صفراء سوقها للشيخ متعب وفك قبتك وما عليك ولا تخاف واحنا بظهرك واي شيء يلزم ترى احنا ما نقصر والله ويقوم محمد جزاكم الله خير وبيض الله وجهكم ويركب هالفرس ويسوق النوق بطريقه على ديرة الشيخ متعب وهو راجع يمر بديرة طلال ويقوم ياخذ التيس هذا المرضان اللي عرضوا عليه خذا معاه مع هالمية ناقة لما نقبل على هالعرب وان محمد سايق هالمية ناقة وجابها قدام بيت الشيخ متعب قال له يا شيخ هاي المية ناقة اللي طلبتها الشيخ متعب لما شافها شوفها هاي ميت ناقة بالفعل هنوق كل وحدة وأختها استغرب من الموضوع وقال تعال لهيني يا محمد أنت ترى رجال والله وراك سر والشيخ متعب شيخ فطين ورجال صاحب علوم وشيخ ابن شوخ يعني ما تفوتوا هالسالفة هذه قال له أستحلفك بالله يا محمد أنك تعلمني باللي وراك واللي جرى لك قام قال له والله يا شيخ السالفة انه الوالد قبل ما يموت ويرتحم نصحني هالنصيحة وقال لي سرك لا تعطيه المرة والبخيل لا تناسبه والشيخ لا تقاصره واني والله يا شيخ اللي صار اني خذيت نعامتك بعد ما تعشيت وترى هذيش نعامتك موجودة بخيمة الدجاج ويقوم محمد يروح يجيب النعامة وقال له هاي نعامتك شوفها يا شيخ صاغ سليم واللي صار بهذاك اليوم اني روحت تاني ثاني يوم على هالبرية وصدت لي غزال وجيت قلت للحرمة هاي نعامة الشيخ ودنا ناكلها اليوم يخرب بيتك يا محمد لا تروح تساوي يسوي لك مشكلة الشيخ قالها ما عليك كلي عبي بطنك انتي وما عليك من الشيخ بس لا تجيبين سير لحدها وقالت عشينا هذاك اليوم لحم الغزال وعلى اساس انه هي ماتش لنعامة الشيخ ولمن اختلفت انا وياها على اتفه الاسباب مثل ما سمعت وسمعت العرب افضحتني بين العرب ووصلتني للذبح واني يا شيخ ترى لو ماني جايب لك ال ناقه انت ذابحني قال له اي بالله اني ذابحك قال والميت ناقه هذه رحت اول شيء على واحد من السباي اللي هو طلال والرجال هذا عنده من البل الصفر عنده ألف وما فعل يعطيني غير هالتيس هذا المرضان ورحت على نسيبي الثاني الطيب ونخى ربعه وعمامه وما طلع الضوء إلا مجمعين الميت ناقة صفرة هذه اللي قدامك وهذا اللي جاك يا شيخ ويقوم الشيخ متعب بفزع عربه وربعه كلياتها وقالهم يا عرب شوفوا هذول الرجال اللي وقفوا مع محمد وأما نولوا الميت ناقة بليلة وحدة هذول العرب لازم أن نكافيهم ونرد لهم جزء من المعروف لأنهم يستاهلون اريدكم تحملون كل ناقه من هنيوق هذه 300 كيلو قمح حنطه وكل ناقه تردونها لصاحبها وتقوم هالعرب تجمع هالحنطه اللي عندها والقمح ويحملون هالناقه قد ما تحمل وقالهم تحملون التيس اجراب اجراب هذا يعني ياخذ له ثلاث اربع كيليات قمح وحملوا فعلا التيس تيس طلال اجرابين يعني ابو خلينا نقول عشر كيليات قمح وقاموا ساقوا هالبل ومعاهن التيس وهم رايحين ودهم يمرون اول شيء على طلال وبعدين على حسن لما مروا على طلال وقالوا له هذا تيسك يا طلال وهذا حمله معاه قال طيب وهالبل وهالباعر هذه لمن المحمله هذه؟ قال والله هذا الباعر الحسن والعرب حسن ومحمله كل ناقه 300 كيلو حنطه وقاموا وتركوه وراحوا قام هذا طلال صار يقول لمرته اللي هي مريم يقول يا ملعونة الوالدين لو لا ادري هالنياقة هذه ودها ترجع بحمولها كان اعطيت والالف اللي عندي قالت له فاتك الفوت يا طلال فاتك الفوت وما عاد تنفع ويقومون يرجعون ال100 ناقه هذه الحسن وربعه وكل من جه خذ ناقته ولما الحسن شاف هالجمال هنيوق هذه محملة قال خير إن شاء الله أشوفكم رادينها ومحملة قالوا له يا حسن الموضوع من طاطا السلام عليكم وترى الرجال كان مساوي حيلة وهذا جزء بسيط من مكافات الشيخ متعب لك والولد عمك والربعك اللي وقفوا مع هالرجال اللي كانت رايحة تنقطع رقبته حصلت أحداث هالقصة في بادية الشام، فيه رجال اسمه خليف. خليف هذا رجال في بداية الأربعينيات من عمره. وخليف متزوج وعنده أربع خمس أولاد وثلاث أربع بنات. عائلة كبيرة جدا. وخليف هذا رجال بخيل. بخيل إلى درجة ما ممكن تتصورها. ولكن عنده زوجة بعكسه سبحان الله زوجته تحب الضيوف زوجة كريمه زوجة اللي بيتها ما لها اي جاره حواليها بهالعرب تطلب منها اي غرض اي شغله ما تردها ابدا ولكن كانت يعني عندها مشكله مشكله زوجها هذا خليف خليف لما يشوف اي جاره اي حرمه جايه على البيت تدخل عند زوجته وبعد ما تطلع يبدأ خليف يسوي معاها تحقيق وكأنه بحث جنائي وقاعد يحقق معاه متهم ليش جت وشنو ودها وشنو كذا المهم يعني مكرهها عيشتها وهالمرة هذه تقول له يا رجال يعني جارة جت طلبت مني أي شغلة أعطيها إياها يعني وأنا أحيانا أحتاج كثير من الأمور وأروح أطلبها من الجيران ويعطوني وهذا خليف رجال مصيت بالعرب انه رجال بخيل ومرته كريمة حتى على مستوى لما يجي اي ضيف على خليف ويدخل بيته فمن الطبيعي المرأة الكريمة هذه تزود الزاد ولما تحط لبن تحط سمنة تحط يعني هل الخير اللي تقدمه دائما تحط من اكثره بعد ما يروح الضيف هذا يسوي لها عرس خليف ليش مزودة السمن ليش مزودة الإدام ليش مزودة اللبن؟ المهم يقوم الساعه عليها. اول مره تقول يا رجال الضيف ضيف الله. ويعني شنو بده ياكل الضيف ياكل له لقمتين ثلاثه وخلاص. والباقي ياكلونه عجانك. وعجانك للي ما يعرفها يعني ابنائك وبناتك. المهم في سنه من السنين خلايف هذا نازل هو وهالعرب بطارف احدى القرى في الباديه السوريه. وهذه السنة كانت سنة محل ما فيه يعني ما جي شتاء بسيط وربيع ما فيه وخليف هذه السنة ما عنده إلا سبع نعجات وخليف أحواله ضيقة والعجي هذا يصيح والبنت هاي تصيح وهذا حفيان وهذه ثوبها مشقوق وهذا مهم لاقي أكل ياكل وحالة أسود من القطران زوجة خليف اسمها منوة من هذه صارت تقول لخليف يا خليف خذ لك راس من هالحلال يا رجال وبيعه اشتري ثياب لهالولاد شوف شلون يعني ما عاد عندنا ثياب نلبسهم ثيابهم مشققة كلها ودهم حذو أجلكم الله يلبسون برجليهم الأحجار والتراب شل رجليهم ويقول ايه اليوم ايه باشر اليوم خليف قد ما زنت عليه منوى قال خلاص راح ابيع واحدة من هالنعجات السبعة واجيب لك والولاده اللي ودتشها اياها ضربه منيه يعني المهم يقوم خليف هذاك اليوم من الصبح ويعزل له وحده من هالنعجات وقال ودي انزل على هالقريه هذه اللي قريبه منهم حوالي 15 20 كيلو متر ودي ابيع واجيب لك اللي ودتشها اياه ويقوم خليف يروح على القريه او ظلت منوه وولادها فيها البيت صار الوقت حوالي يعني قبل الظهر بشوي ومن قاعدة تنظف فيها البيت ودايرة بالها على أبنائها وتقول إن شاء الله يعني متعملين خليف اليوم يجيب لهم المواتيل ويجيب لهم اللباس ويجيب لهم هالشي اللي ناقصهم في البيت وقاعدة تقول بينها وبين نفسها اليوم هالولاد راح ينبسطون راح يجيب لهم ثياب جديدة وراح يجيب لهم حذوة وراح يجيب لنا شغلات حلوة إن شاء الله اليوم فيها اللحظات تجي خيالة مقبلة من بعيد على بيت خليف وبيت خليف كان متطرف عنا العرب قربت الخيالة على البيت وإلا سبع خيالة سلام عليكم وعليكم السلام طلعت منوى يا حي الله بضيوف يا أهلا وسهلا تفضلوا قال وين راع البيت قالوا والله قالت راع البيت قريب تفضلوا حياكم الله على الرابعة الربعة هي القسم المخصص لاستقبال الرجال في خيمة الشعر تفضلوا جاي حياكم الله يا حيا الله بضيوف وينزلون هالجماعة هذول السبعة اربطوا خيلهم ودخلوا على الربعة وقعدوا قالت القهوة دونكم يا رجال قهوة ونفسكم ويقوم واحد من هالرجال يصب قهوة الخيان وربعه شربوا قهوة وقعدوا شوي ويرجعون ينادون مرة ثانية على رعية البيت يا رعية البيت راع البيت وين قالت راع البيت قريب راح على المدينة شوي ويرجع إن شاء الله هو هذول الجماعة قعدوا وقالوا لك يعني خلاص راح يجي راع البيت وتقوم منوة وتسحب هالستين وتسنها بحجر صوان وتروح على شبك الحلال وتذبح ذبيحة وتذبح الثانية وتذبح الثالثة وتذبح الست نعجات الحيلة والفتيلة ورزقة خليف ورزقة هالعائلة هذه وتروح تفزع الجارات وتستعير قدور وتستعير مناسف وفزع جاراتها علشان يعاوننها على صلخ الذبايح هذه وتقطيعها ما هو ذبيحة أو ذبيحتين لحتى هي يعني تقدر تقطع بس في كمية كبيرة من اللحم فبحاجة إلى مساعدة الجارات هذن لما شافن من وذابح سد ذبايح واستغربن يعني ويسولفن بينهن وبين بعضهن انه شنو اللي صاير ومن هم الضيوف اللي جايين طبعا الرجال هذول لما شافتهم منو رجال مبين عليهم من خيلهم ومن لباسهم اللي لابسينه لابسين بشوت ولابسين يعني لباس مبين عنهم جماعه انهم وجوه مو ناس عاديين يعني ويقومون الرجال بعد شوي واحد منهم يقول يا رأيت البيت ارخصينا احنا ودنا نمشي قالت والله ما تمشون غداكم ترى على النار وراع البيت ترى هذا هو شوي ويجي او يقعدون الرجال يقول لك خلاص مازال الغداء على النار خلاص ما عاد نقدر نحرك وهالعرب يعني شافت هالدخانه اشتغلت عند بيت خليف ومستغربين شنو اللي صار عند خليف اليوم؟ خليف ما في من العوايد انه والله ذبايح و... ومن وصفت هالقدور وحطت فيها اللحم وبلشت تطبخ هو الغربي ذعذع و... وريحه الدخان واللحم هذه عبت العرب. وهالنسوان البعيدات يعني يشوفن عند بيت خليف شنو اللي صاير عندهم اليوم؟ المهم مالكم بالطويله بدات و تطبخ هاللحم وهالبرغل استعارت شوي طبعا جابت من عند جيرانها لأنه ما عندها شيء يكفي عندهم شيء بسيط وبدأت تطبخ هالذبايح الستة وكان في نفسها أنه لازم لو أنه خليف مو ماخذ هالذبيحة هذه ولو أني ذابح الذبيحة السابعة لأنه رجال سبعة وذبحت ستة خاف أنه واحد منهم يزعل أو أنهم يزعلون يقول لك يعني إحنا سبعة وحاطينا ست روس على المناسف هي تفكر يعني بينها وبين نفسها ولكن تقول هذا اللي الله قدرنا عليه وهالولاد مبسوطين ويفتلون حوالي هالقدور وهذا اللي ماسك له قطعة عظم وهذا اللي قاعد يرقص من الفرح عندهم ذبايح اليوم ولحم وقائم الساعة في هالوقت يقبل خليف من بعيد الرجال جايب معاه بعض الأكياس اللي حاط فيها الأغراض اللي جايبها وهو مقبل على هالبيت يقول هذا بيتي ما هو بيتي يعني والله بيتي هذا بس فيه قدور أو نار شغالة ودخاخين أو ريحة لحم قايم الساعة عنده شنو اللي صاير وهالخيل مربطة قدام هالبيت قرب على البيت ولا رجال قاعدة بهالربعة ولك حيله منوى هي ونسوان هالجيران بلشانات وهذه فايته وهذه طالعه وهذه تحرك وهذه تضوق وهذه المهم خليف ما هو مصدق يا دوب وصل البيت سلم على الرجال يا حي الله اهلا وسهلا وبده يشوف شنو السالفه اندار على المحرم المحرم هذا المكان المخصص للنساء في خيمه الشعر ايضا ودو يعرف شنو السالفة ها يا منوى شنو اللي صاير قال والله ما صار شي شوفت عينك جون ضيوف واني حليت مكانك قمت مقامك يا ولد عمي شلون وشنو سويتي وشنو القدور وشنو اللحم هذا قال والله يا خليف جون ضيوف وقلت لازم اني اكرمهم وذبحت الذبايح الستة اللي عندنا عن الستة قال شلون قالت له ذبحت الستة العجات اللي عنا والله إني زعلانة وحاز بخاطري إني مقصرة بحق ضيوف قال شلون مقصرة قالت له والله لازم إنه يعني لو في ذبيحة سابعة علشان ما ننقص من كرامة هرجان قالها والله شلون قالت له والله هذا اللي جاك يا خليف وقالها ذبحتيهن الستة أبدا الستة قالت له الستة أشوف الشبك فاضي ما في شيء اي شوف الشبك ولا الشبك ما في ولا نعجه يا بنت الناس يا كذا ويسحب خليف الخيزرانة ويبلش يضرب منوى أو هين يوجعش وهين ما يوجعش رزقتنا ذبحتيها لضيوف اذبحي لش نعجة اذبحي لش نعجتين ألا الستة وتقول والله أنا مقصرة والله مقصرة أنا يا خليف أو هذا بلش وقع لها سرد بالخيزرانة الحرمة صارت تصيح وضيوف بهالربعة سمعوا صوت الحرمة وهي تصيح وهي تون وتعن من من ضرب الخيزران ويقوم واحد منهم ينادي عليه من وراء الزرب، الزرب هذا هو الحاجز اللي يكون بين المحرم والربعة، وهذا الزرب مصنوع من اما القصب او عودان البردي، عودان البردي هذا نوع من انواع العيدان مثل عيدان القصب اللي تنمو على أطراف الأنهار ويزجون هذا الزرب علشان يكون بمثابة جدار فاصل بين قسم الرجال وقسم الحريم المهم هذا الرجال وقف وراء الزرب وبدأ ينادي على خليف يا رجال يا أخوي علامك ايش صار عليك اترك الحرمة من وصارت تقول اتركوه اتركوه والله اني استاهل يا بنت الناس ليش تستاهلين وهذا خليف يعني ماسك الخيزران وما هم صلي على النبي قال والله انا استاهل ليش تستاهلين قال والله قاعد يضربني لاني انا ذابحه ستة وانت وسبعة ويقول لي ليش مقصر بحق رجال والله انا استاهل يا ضيوف الرحمن خلوا يضربني استاهل انا اكثر من هيك هالضيوف هذول لما سمعوا هالكلام يا جماعة مستغربين جدا وشنو هالكرم هذا العجيب الغريب عند الزوجة والزوج لا طلع أطيب منها وأكرم منها إنه ليش ذابحة ستة ليش ما أنت ذابحة سبعة؟ والجماعة قالوا لك الكرم هذا ما مر علينا للساعة المهم النساء أيضا اللي قاعدات يساعدن منوى فيها الطبخ أيضا مستغربات من منوى وكلامها هذا خليف لما سمع كلام زوجته وزوجته اللي صانت كرامته ورفعت قدره بين الرجاجيل وما فعلت تتعلمهم انه ليش قاعد يضربها هو. ويروح يدار على رجال استحى على وجهه وقال لك يا ولد هي خربانه وخربانه. بلوى وابتليناها ويعيننا الله على ما جانا. ويقوم يندار على الرجال ويصب لهم القهوه ويا حي الله ويا اهلا وسهلا ولكن بداخله قاعد يغلي غليان. يعني. المهم صار الغد وداروا الغد الهرجاجيل وضيفوهم احسن ضيافه وقاموا بواجبهم على اكمل وجه وهالولاد تمردغوا وتمردغ باللحم وبالبرغل وكانوا مبسوطين جدا بهذاك الغداء اللي من سنين ما شافوا مثل هالعزيمة هاي اللي صارت في بيتهم بعد ما رجال تغدوا وتقهوا ويقومون يركبون خيلهم ويستأذنون من خليف او الله وياكم ركبوا خيلهم وراحوا أخليف هذا رجع على منوى يا منوى يا بنت الناس انت قطعتينا يعني هل يعني هذن اللي ذبحتيهن الحيله والفتيله والان ودك تعلميني منين ودك تاكلين انت وعجانك قالت له والله يا خليف الله خلقنا وما ينسانا والله كريم مثل ما اكرمنا ضيوف الا الله سبحانه وتعالى ما يكرمنا المهم تروح الايام وتجي الايام واوضاع خليف صارت قبل ما هي سودة صارت اسود منها قبل وخليف هذا ما عاد يعرف شلون وده يدبر حاله ساعة يدين من هذا وساعة يدين من هذا الى ان في يوم من الايام فيها السنة الممحلة قال يا عمي انا ودي اروح على شيء عرب ثانية اروح اسرح لي راعي اروح اسرق اروح انهب وكانت هذيك السنة مثل ما قلنا محل محل و... والناس اوضاعها صعبه وسيئه ويقوم خليف قال يا من أنا ودي اروح اقصد باب الكريم او شوف الله سبحانه وتعالى شنو ييسر معنا قالت له الله يوفقك يا خليف او بالك يا معود ولا تطول علينا ويقوم خليف يركب رجليه ويقول يا رب مش خليف صار يتنقل من عرب العرب عرب يجيه يسال عن ودكم راعي، ودكم حدا يشتغل من قبيله الى قبيله الى حد ما وصل هذاك اليوم على احدى العرب او احدى القبائل وسال قال وين بيت الشيخ؟ قالوا هذاك بيت الشيخ ويروح خليف على بيت الشيخ، بيت الشيخ والا هالبيت المسوبع بيت مليان رجال مجلس عامر القهوه قاعد تطبخ ما شاء الله هالمجلس ما فيه مكان تقعد فيه اقبل خليف قوى الغارمين قوى الرجال يا حي الله اهلا وسهلا تفضل قعد خليف في طرف هالمجلس وقال لك خليني انتظر يعني لبين ما يفضى المجلس واكلم شيخ العرب لعل وعسى القى حاجتي عنده او اسرح في حلاله او اني يعني الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتي بعد ما قعد شوي خليف ولا يقومون ثلاث أربع رجال ويجون لعند خليف ويسلمون عليه باليد ومصافحهم ويا يا حي الله يا أهلا وسهلا طمنا عنك إخبارك علومك الرجال هذا خليف يعني متفاجئ من هالموضوع وما هو عرفان الرجال هذولا منهم والرجال كذلك الأمر عرفوا أنه خليف ما هو عرفانهم قال ها منت عرفان يا رجال قال له والله ماني عنكم قال له الرجال اللي قاعد يكلمه قال له احنا السبعة اللي ضفناك في بيتك قبل فترة ما عرفتنا احنا اللي زوجتك ذبحت لنا ست ذبايح ولما جيت ضربتها وصارت تصيح وضربتها ليش انها ما ذبحت لنا سبعة وترانا من يوم جينا من عندك لهذا اليوم وسالفتك هذه مستحيل يصير مجلس الا ما نتحدث فيه ونسولف ولادنا ونسواننا عن هالعمل اللي قمت فيه انت وزوجتك وترى هذا العمل ما حد سواه قبلك وهذا تراه فعلا يبيض الوجه ويرفع الراس والله واحنا ترى مرنا كثير وضفنا عرب كثير بس مثل اللي سويته انت وزوجتك ما مر علينا الصراحه وهالناس في هالمجلس مجلس فيه اكثر من مئة رجال كلها مركزة الآن على هالرجال اللي كانوا يسمعون بطيبه وكرمه وعلى هالعمل وعلى هالزوجة الكريمة لا وجه الزوج ضربها وشتلها ليش ما اتبعت سبعة الناس كلها قاعدة تسمع وتتفرج وشافوا الرجال بعينهم ويقوم الرجال قال ولكن يا رجال ترى كرامتك بدال الستة عندي بستين وكانوا الرجال اللي حاضرين معاه في هالمجلس يعني اللي السبعه اللي كانوا اللي راحوا له عند خليف موجودين في هالمجلس كلهم والرجال اللي قاعد يتحدث كانه اكبرهم فقال له كرامتك من من الغنم 60 بدال السته قال جزاك الله خير وبيض الله وجهك وهذا احنا ترى ما سوينا شيء ما قمنا الا بالواجب ويقومون يشيمون الرجال الثانيين وكل من صار ينادي ويقولوا انا كمان كرامتك عندي بستين وانا كرامتك عندي بستين والسبعه هذول كل واحد يعطيه من حلاله ستين راس من الغنم أو طبعا رجال هذول كانوا من وجهاء هالقبيله وأغنياء وكل واحد عنده خير من الله الشيخ لما اسمع هالحديث وعن كرم وجهاء قبيلته فقال لك ما هي حلوه بحقي يعني انا كمان اني ما اكرم هالرجال راعي الفعل الزين والرجال اللي رافع راس ربعه وراس قبيلته وسمعته الزينة لا بالله انا لازم اكرمه ويقوم الشيخ يقف وسط هالمجلس ويقول كرامة هالرجال عندي بمية راس من الغنم مع رعيان اثنين ويقوم الشيخ قال اليوم العشاء على جاه هالرجال راعي الكرامه والكرم والجود والشهامه او يذبحون الذبايح هذاك اليوم على شرف خليف او هالعشيره كلها التمت هذاك اليوم في مجلس الشيخ وتعشوا هذاك العشاء وخليف يمضي ثلاث ايام في هالقبيله يغدى عند رجال ويعشى عند رجال ثلاث ايام بلياليهم لما انقضى الثلاث ايام في النهار الرابع قال يا جماعه ارخصولي الديرة طلبت أهلها، وأنا مترك وراي عيالي وزوجتي ودي أرجع لهم. قالوا رخصتك معاك وبيض الله وجهك والله إنك راعي أوله، وفعلك هذا ما حد أسبقك عليه. ويقوم خليف هذاك اليوم يسوق الحلال مع الرعيان الاثنين وينطلق بإتجاه ديرته. وكان خليف وده وقت حوالي عشرة أيام عشر يوم لحتى يوصل بيته وديرته. وهذاك اليوم منوى واقفة الظهر قدام هالبيت والدنيا حراقي شمس ما هي ملاقي كسرة خبز في البيت وتقول يا رب يا رب الرزقة وتلتفت يمينها منوى وإلا تشوف من بعيد غبرة جاية من بعيد عجاجة وكأنه يعني كمية كبيرة من الحلال يقولوا شلية غنم وشلية هالغنم هذه مقبلة على بيت خليف إلا أنها بعيدة وما هي قدرانة تميز الأشخاص اللي معاه يعني شافت من بعيد في أشخاص اثنين والثالث ماشي بطرف هالحلال شوي شوي بدأت تقرب هالغنم وإلا هذا خليف ومعاه رجال اثنين لا قتلهم يا أهلا وسهلا يا حي الله بخليف ها شنو قصة الحلال هذا؟ من هم الرجال هذول اللي معاك؟ هي فكرها إنه يعني هذول ممكن يكون تجار حلال أو عرب راحلين. وسايقين حلالهم إلى منطقة ثانية قال لها يمن وهذا رزق من الله قالت له أدري رزق من الله بس شنو الحلال هذا ولمن قالها هذا الحلال لي منين ايه جبت الحلال يا رجال خاف انك نهبت خاف انك سرقت خاف انك يعني هالحلال هذا مو هو انك يعني استغربت من هالكمية الكبيرة من الحلال يعني قالها هذا رزق من الله والله يرزق بدون حساب قالت له ادري يا خليفه الله يرزق بدون حساب بس علمني شنو السالفه قالوا لها تخبرين الرجال السبعه اللي جو لعنا على البيت قالت له ايوه وقالها اللي ذبحت لهم اني سبع ذبايح واكرمتهم هذاك اليوم قالت له ايه قالها الله كتب واني قابلتهم في قبيلتهم والجماعه اكرموني كل واحد بدال السته اللي ذبحت لهم اياهن بستين راس وطبعا يقولها اللي ذبحت لهم اياها اني ما يقولها اللي ذبحتيهن انت. فقالت له منوى شوف يا خليف انا قلت لك من قبل الله سبحانه وتعالى يرزق بغير حساب وخصوصا الكريم الكريم الله يرزقه. لا اكرم ضيفه وقام بواجبه وشوف يا خليف يعني شلون الكرم وشلون الله سبحانه وتعالى رزقنا بسبب كرمنا وجودنا على هالضيوف. فقالت له دير بالك من هين وهيك خلى السكين شغاله وحاده ولا جاك ضيف لا تقصر قالها ما عليه ولا همج ويقوم خليف يسن السكين بحجر الصوان يحطها على جنب يستنى يجيه ضيوف يجيه حدا المهم العبرة من القصة الكرامة بالصدور ما هي بالقدور ولا جاك ضيف اكرمه واذبح له ولكن لا تقصر بحقه ولا تسرف لأنه المسرفين إخوان الشياطين فيه شاب اسمه محمد وهذا محمد عايش هو وأمه في خيمة في بادية الشام أبوه متوفي من هو صغير وأمه أم ربيته على دلال أم ربيته أحسن تربية محمد شاب خلوق مؤدب بار بوالدته دائما يسعى لانه يرضيها او يطلع يصيد وكان شاب ماهر جدا بالصيد وفارس وشجاع وله سمعه طيبه بين ربعه وقرايبه محمد هذا يحب له بنت عم له بنت عم جميله جدا غايه في الجمال تقول للقمر انزل لاقعد مكانك محمد هذا يحب بنت عمه ويعشقها ويشوف الدنيا كلها بعيونها لكن كان في عنده مشكلة محمد المشكلة انه امه ما تريد له هذه بنت عمه ايش من الله ما تحبها ولما صار في سن الزواج صار في بداية العشرينيات اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين سنة بدأ يقول لأمه يا يما أريد أجوز وأني رجال وحيد وأريد أخطب بنت عمي يا ابني مالك بنت عمك، يا ابني بنت عمك قوية، بنت عمك مدري إيش، بنت عمك كذا، حطت كل العذاريب ببنت عمه، وهذا محمد شاب فطين وذكي، بنت عمه ما فيها شي، بنت عمه من أحسن البنات، والعرب تعير بناتها بنت عم محمد اللي اسمها شمسة، شمسة هذه بنت. يعني غاية في الجمال والرجال يعني رايدها على سنة الله ورسوله ولكن أمه معارضة هذا الأمر يعني ولا راضية بأي شكل من الأشكال أي حاول من هين من هناك يا يما يا عيني يا قلبي إلى أن محمد في الفترة الأخيرة يعني تعب ومرض وأمه تقول له يا يبا يعني خلاص رضيت بالأمر الواقع قالها أنا ما أطيب إلا تخطبي لي بنت عمي شمسة ويا يمة شمسة من خيرة البنات وشوفي محلاها وشوفي مزين شغلها ومن البنات المعدلة العجوز خلص يعني رضيت بالأمر الواقع وقالت له خلص يا ابني راح نوكل على الله ونخطب لك شمسة ويقومون هذاك اليوم يكدون جاهها على عم محمد ويخطبون شمسة وشمسة كانت مبسوطة جدا بهالخطبة ومحمد مبسوط أكثر ويسوون هالعرس بعد أسبوع ويزفون شمسة على محمد والأمور عال العال وبدأ محمد حياته الزوجية هو وبنت عمه شمسة فيها الخيمة الشعر مع أمه وهنا بدأت المشاكل بين شمسة وأم محمد شمس بنت بحالها يعني تداري زوجها وتقوم بواجباتها وتقوم بأعمالها الخيمة من طبخ ونفخ وحليب وهالأمور اللي يعني تقوم بها كل زوجة فيها البادية وما هي مقصرة بأي شيء ولكن هالعجوز هذه أم محمد حاطة حطة شمسة شمسة راحت وشمسة جت وشمسة قالت وشمسة سوت يجي محمد محمد طبعا بعض ايام يطلع على الصيد يغيب له كم يوم. يوم يوم يومين ثلاث يرجع جايب له غزال يرجع جايب له ارانب جايب له خير من الله من يجي محمد تستلم العجوز يا ابني مرتك والله ما هي زينه مرتك تحكي علي مرتك تغلط علي مرتك ما سوت الشغله الفلانيه مرتك اي روح هذا محمد على شمس يقول هي يا شمس ليش ما ما تطيعين امي ليش تغلطين عليها ليش كذا تقول له يا محمد والله صوت الله محمد يا رجال انا غلط على امك والله اعزها مثل والدتي بس يا رجال ما ادري امك يعني شنو اللي حاط بيني وبينها والله ما ادري ما ادري ليش ما تطيقني ولا تحبني ولا رغم اني والله اني بحالي ولا ازعجتها بكلام وبالعكس اطبخ وانظف واسوي وهي قدام عينها يعني وما في غير انا وياها بهالخيمة ومحمد هذا عرفان السالفة يعني بس مو هو قدران يحكي امه والدته مو قدران يزعل وكذا يقول لعل وعسى انها الله سبحانه وتعالى يهديها وتحن على هالحرمة وما هالمشاكل ووجع الراس وتروح الايام وتجي الايام وتحمل شمسه ابن محمد وتجيب له ولد وهالولد هذا كان ما شاء الله غايب الجمال وفرح محمد وشمس بهالولد وبما انه محمد وحيد كان حاب انه الله يرزقه ولاد وبنات من بنت عمه وصار يكبر هذا صغير ابن محمد والام الداري وترضعه والعجوز يعني تقرب عليه وتحبه وكذا بس بما انه ابن شمسه يعني ما تحبه زيادة بس العجوز ما تركت شمسه ظل حاطه دابها من داب شمسه وهذا حال للاسف الكثير من الحماوات الحماوات اللي يحطن حطا الكنه بدون اي سبب يتحججن عليها ايش يعني طبعا الامهات ما تلام على غيرتها آه على ابنها لانه تحس انه الزوجة هذه اختفت ابنها منها الزوج بس تزوج صار لزوجته والابناء ويعني الا من رحم ربي وهذا حال الدنيا يعني شاب بس لا صار في سن الزواج بده يتزوج حاله حال وحال باقي هالشباب ولكن بعض الامهات للاسف ما يتركن زوجة الابن بحالها اي طلع لها المشاكل من تحت اظافرها نكشي نكوشنها الله يصلحهن ويديهم المهم صار هالولد هذا يكبر شوي شوي ابن محمد والولد قبل يلبسونه عصابة على راسه عصابة بيضة مثل ما نقول شماخ أبيض يلفونه على راسه مشان يعني حمايه من انه يقع او حمايه من الشمس او حمايه من البرد وهذه العاده الدارجه وكان هذا الولد ملبسينه عصابه بيضه وصار عمره حوالي السنه ونص سنتين صار يعني ها يمشي وكانت شمس مبسوطه جدا بابنها ولكن تعاني من مشاكلها مع ام محمد وبحياتها ما غلطت عليها بكل وحدة إذا تقعد تبهدل فيها من الصبح للمغرب هذه لها أثم يأكل ما لها أثم يحكي قال آه فقيرة شمسة بيوم من الأيام يقوم محمد قال والله أنا بدي أطلع على الصيد ودي أغيب لي يومين ثلاث وديروا بالكم على حالكم وأنا إن شاء الله ما أطول وفعلا يقوم يغيب محمد راح له يومين ثلاث وتقوم هاي العجوز تجي تندار على الشق اللي تنام فيه شمسة وابنها لما اندارت على الشق لقت شمسة قاعدة تلاعب ابنها ولابس هالعصابة البيضة على راسه وتضحك وياه وتلاعبه وتكاغيله وتناغي قامت شالت حالها وطلعت العجوز هذه طبعا العجوز يعني شافت شمسه بدون ما شمس تشوفها شوي ولا جاي محمد جاي من هالصيد وجاي بهالطرايد بها وجاي بهالصيدات ويا حي الله بمحمد ويا اهلا وسهلا قعد شوي قامت العجوز قالت له والله يا محمد ما عندي لك الا من العلوم السورية قالت السورة. له اني قلت خير لك يا, يا محمد. لا تاخذ شمسه ايش ودك بشمسه ما صار الا خذيت شموس دشرت كل بنات هالعرب وخذيت شموس يا يما شنو مساوي شمس مجوها الله وعبد الله عليك ترى قلبي صار نار قالت له والله يا محمد جيت عليها ذاك اليوم وانها قاعدة تلاعب رجال على فراشك شو تقولين يا يما من هو الرجال خاف الله يا بنت الحلال خاف انك مخربطه قالت له الله وكيلك رجال قصير قامه وكبير عمامه. شو تقولين؟ قالت له والله هذا اللي جاك واني مستحيل اظلم هالبنت اني بس هذا الامر اللي صار ويقوم محمد يضرب اخماس باسداس وصدق ام الرجال وقال يعني مستحيل امي يعني انها تظلم هالبنت بهذا الامر ويقوم يفكر شنو يسوي شنو بده يعني يتصرف مع شمسه ويقوم يحكم عقله وثاني يوم يقولها والله يا شمسة شمسة طبعا كانت كمان عنده هواية الصيد وشانت ماهرة بالصيد قالها يا شمسة والله ودنا نطلع أنا وياك عالصيد الصيد مضينا نهارين ثلاث تطلعين تفضين بهالبر ونخلي هالوليد عند أمي قالت له والله إيش عليه نطلع والله صار لي زمان أنا ترى لا طلعت على صيد وبلشانه بها صغير وبهالبيت قالها لا بالله ودنا نطلع عن الياس رحلة صيد وعلي كيف كيفت او فعلا هذاك اليوم يقومون يخلونه صغير عند حبابته ويطلعون على الصيد شمسه ومحمد ركبوا هالفرس ساعة هو يركب وساعة هي تركب ويمشون بالنهار وينامون بالليل لحد ما مشوا مسيرة يومين ثلاث بعيد عن العرب وقالت له شمس على هالدرب تقول له اشوف بعدنا كثير عن هالعرب يا محمد ليش يعني قالها والله هذا في مكان فيه صيدات وطرائد وغزلان وارانب وهناك نصيد على كيفنا قالت له شو عليه لما وصلوا هذاك اليوم وكانوا تعبانين تعب شديد وفيه جره كبيره وقالها خلينا نستظل بهالجره ونرتاح ننامنا شوي ونرتاح بهالفي ولا قعدنا عاد نقوم نصيد ونشوف شلون هالوضع هذا المسكينة شمسة كانت تعبانة وتحط راسها وتنام أم محمد لما أمن عليها أنها نامت يقوم يركب فرسه ويقول الله ويرجع لوين لعند أمه هذا المسكينة شمسة ما صخها ولد عمها يذبحها أنه يحبها وكذا فقال لك خليها للذئاب تاكلها انا ما راح اذبحها بسبب خيانتها لي ورجع لامه وهذه شمسه المسكينه يا غافل لك الله بعد ساعتين ثلاث تقعد والا ما في لا محمد ولا الحصان ولا في حدا حواليها قالت لا حول ولا قوه الا بالله قالت لك وكاد هذا محمد قام يفتل وشلت وسباع وضباع شلت دابة وما ظنت فيه أيضا سوء لأنها تعرف أنه محمد سوى المستحيلات لحتى تزوجها ويغليها قد الدنيا كلها واحتسبت أمرها لله وقالت يعني الله يعوضني وتقوم تطلع لها على راس تلة قريبة منها خايفة من هالدواب من الحيوانات المفترسة وتخبت لها تحت الجرة صغيرة على أساس أنه ما تشوفها هالدواب وبهالوقت هذا صارت الدنيا حوالي المغرب مع غياب الشمس شوي ولا تيجي خيالة أربع خمس خيالة ومعاهم رجال كان هالرجال مبين عنه من هيئته شيخ أو أمير أو رجال يعني هيب على هوات الحصان اللي راكبه ورجال اللي معاه لباسهم أدنى من لباسه جو يعني المكان قريب من الشجرة اللي متخبي تحتها كانت الشجرة من الأشجار اللي تصير في البادية والشجرة هاي صغيرة يعني واطية على الأرض بس أنها تقدر تتخبى تحت منها أو الرجال جو ربطوا هالخيل ونزلوا عن خيلهم وقعدوا وفرشوا بهالأرض وشبوا هالنار ويريد يعني يباتون في هذا المكان واحد من هالرجال اللي مع الشيخ هذا حس انه في حركه بهالجره قال يا طويل العمر والله انه في شيء تحرك تحت هالجره هذه في شيء مو مزبوط راقبوا الجره بالفعل قاعده تتحرك وحركتها مو مزبوطه لا في هواء لا في شيء بس مو مبين عليهم شيء مبين عليهم هجرة وقاعد يتحرك قاموا وخافوا وصاحوا من هناك من ورا الجرة انت انس انت جن المرة هذه قالت لك والله هنا ما في مجال اني اتخبى وكاد شافوني وانا تقول لا بالله انس لما سمعوا الصوت وانهمرة قالوا اطلع يا بنت الحلال تعالي قالت لا والله ما اطلع قال له واحد منكم ينتخي ويأمني ويرد عليها الشيخ هذا ويقولها اطلعي انتي بأمان الله ولا تخافين يا بنت الناس وتقوم تطلع وتجي لعندهم وإلا هالبنت ما شاء الله على هالخلقة على هالجمال على هالطول يا بنت الناس انتي شنو قاعدة تسوين هين شنو قصتك منين جيتي شنو جابش على هالبلاد ما معاش حدا قالت والله يا طويل العمر أني قصتي واحد اثنين ثلاث وهذا اللي صار لي وجرى لي الشيخ هذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال عاد إحنا مروحين ديرتنا والليلة نام هين وباشر تمشين معانا عالديرة الديرة وزوجك هذا عاد الله يرحمه على أساس أنه زوجها شلته سباع أو تشلت وضباع وكانت تروحين معانا وتعيشين معانا هناك واني ترى لا اخ اخ عزيز ولا رتيني زوج ابي شرب عزتش قالت خلينا نروح بعدين لكل حادث حديث ويقومون ثاني يوم يركبون ويرجعون لديرتهم لديرة الشيخ هذا ولما راحوا على هالديرة عاشت عندهم بهالبيت كم شهر إلا هن اشهر العدة على اساس انه زوجها مات وقام عرض عليها الزواج ورضيت بالزواج وقالت يعني خلاص زوجي الله عوضني بشيخ ورجال معروف كمان بين ربعه ورجال راعي كرامة وعلوم طيبة بهالعرب اللي هو بها نرجع الآن لعند محمد لما رجع لعند أمه رجع محمد لعند أمه وأمه ما سألته لا شنو سويت ولا شنو ما سويت من عرفته رجع لحاله. قالت لك وكاد تخلص منها بطريقة ما مازال ورجع لحاله ولا سؤال ولا جواب وبدأت هالعجوز هذه تعتني بهالطفيل صغير ابن محمد وتروح الأيام وتمر الشهور ويمر سنة ويمر سنتين ويمر ثلاث لهب العجوز بيوم من الأيام وصحتها تخربط وتمرض وحست انه ودها تموت لانه مرضتها كانت صعبه جدا وتقوم تنادي محمد هذاك اليوم يا ولدي يا محمد تعال ودي اسولفك سالفه خير يا يمش ايش عندك قالت له يا محمد انت لما رحت انت وشمسه انت ذبحتها قال لا والله ما ذبحتها خليتها نايمه تحت الجرى وركبت تفرسي وجيت قالت له يا ولدي يا محمد اني حرمه مريضه وترى حاسة انه ايامي معدودة وما تعرف مصابحة ام ماسية واني ترى والله ظلمت زوجتك شمسة والرجال اللي قلت لك عليه قصير قامة وكبير عمامة ترى هو ولدك واني ترى ما كذبت عليك بس والله ظلمتها وهالمستورة يعني ما ساوت شي وكانت بنت حلال بس يعني اني كرهتها واللي أطلب منك أنك تروح تدور عليها بما أنك ما ذبحتها ممكن أنه تلاقيها عايشة عند عرب عند حد يكون حدا لقاها بهالطريق أو راحت لعند عرب وأنا ودي أبري ذمتي تجاه الله وعبد الله يا يما شنو تقولي اليوم جاي تقولي لي بعد سنتين ثلاث ليش ما قلتي لي يوم أني رجعت قالت له والله هذا اللي صار أو بدأ محمد يبكي وينوح وزعلان على شمسة بنت عمه حبيبة قلبه وأمه ولده وعلى اللي سواه فيها بدون ما يشوف بدون ما يعلم بسبب ظلم أمه لها العجوز دابل لا بلا يومين ثلاث شسعت حطت راسها وماتت دفن أمه وقام يفكر يقول يا عمي أنا يعني حتى لو رحت الان على مكان شمسه ما راح القاها يعني يا شلتها ضباع يا شلتها سباع يا اما شوفوا وين راحت وتسوء حال محمد رجال زهد بهالدنيا وحط وليده عند اهل زوجته بيت عمه وعنده احساس محمد انه شمسه عايشه ما ماتت ايش عنده احساس بقلبه يقول له انه ترى شمسه ما ماتت ويقوم يركب فرسه هذاك اليوم ويقرر انه يبحث عن شمسة ويقوم يروح للمكان اللي تركها فيه لما راح على هالمكان ما في لا اثار ملابس لا في اثار عظام لا في شيء فتل حوالي هالمكان من بعيد من قريب وهذا الامر يعني لما ما لقى اثار ملابسها عظام بشرية يعني صار عنده بصيص امل قال لك معناته هالحرمة عايشة وشوف وين صارت ويقوم يبحث عنها بهالعربان ويصير يتنقل من عرب العرب وتمر الأيام وتمر الأسابيع وكل ما يجي عرب يسأل هالعرب لفتكم حرمة أوصافها كذا طولها كذا وطبعا أهل البادية لا شافوا بنت أو شاب أو شايب يحفظون أوصافه من المرة الأولى فكان لما يوصف لهم شمسة يقولوا له لا بالله ما شفنا بنت بهالمواصفات أبداً، ومن عرب العرب إلى أن هذاك اليوم يجي على عرب وجي على البيت الكبير اللي متوجه بهالعرب ودائماً بيت الشيخ يكون هو أكبر الخيام في العرب جي على بيت الشيخ وقعد بهالبيت وأكرموه وضيفوه ولكن حال هالرجال صعب. فجأة يسمع محمد صوت المرأة في البيت تنادي على الشيخ يا أبو فلان لما سمع الصوت قال والله هذا صوت شمسة شمسة ما هي شمسة؟ بس مو قدران يسأل يعني بين الحرمة هذه إنها مرت الشيخ لا شوي وتطلع المرأة هذه اه اطلعت من الخيمة من البيت باتجاه العرب طالع وقدر محمد قاعد بطرف الخيمة ولمحها لما شافها تأكد انه هذه شمسة الطول الجسم يعني مرته وبنت عمه عايشوا وياها سنين قبل الزواج وبعد الزواج عرفانا قال هذه شمسة وهالبنت هذه لما طلعت من الخيمة ما طولت ورجعت ومحمد لما رجعت كمان شافها وتأكد مليون بالمية انها شموس يجيبون اكل لمحمد ما عاد ياكل يجيبون شرب محمد ما يفعل يشرب هالرجال بس صار يبكي ودموع تهل يبكي مثل الوليد الصغير وهالشيخ هذا يقول له يا رجال ايش بك شنو صاير عليك علمني يا عمي محمد بس يبكي وما يفعل يسولف ولا كلمه شو بده يقول شو بده يسولف الشيخ هذا ينادي على مرته قالها يا بنت الناس هالضيف هذا والله ماني عرفان شنو بلا انشادو يعني عريان اكسينا وانشادو جوعان اطعمناه وانشاد له حق جبنا له اياه قامت هالمره ردت على الشيخ وقالت له يا شيخ معناته هالرجال هذا والله ما هو صاحي اي والله اني ابن عمي محمد اللي ما صار مثله برجال ولا تهون يا ابو فلان ما بكيت عليه هل هاد هذا وكذا الرجال هذا مو صاحي محمد لما نسمع اسمه على لسان هالحرمة تأكد مليون بالمية انه هي شمسة قام رفع راسه ووقف البشه وقال ترى انتي شمسه هذي لما سمعت أنه شمسة إيش عرفوا هذا الرجال بيه شمسة قالها ولي حاكيت ولد عمك محمد الشيخ هذا انذهل شنو اللي صاير شنو الموضوع تراكم قمتوا وتحاشون الغاز قامت ردت شمسة على الشيخ قالت له هذا ولد عمي اللي تفتاه كل الرجال شو تقولين قالت هذا اللي جاك طبعا لما سمعت صوت محمد ابن عمها عرفته من صوته وقال لي يا عمي انت شنو اللي صاير معاك شنو اللي جرى لك الشيخ يكلم محمد قال له والله يا طويل العمر اللي صار معاي بعد ما امي علمتني بهالسالفة وانها شايفة رجال قصير قامة كبير عمامة تلاعبوا هالحرمة على فراشي قمت اني ما سخيت اني اذبحها وأنا أحبها ويعني عشرة عمر أنا وياها وخلفت لي هالولد فقررت بيومها أني أوديها على هالبادية وأتركها بالبادية لسباع وضباع وما حبيت أني يعني أبتل بدمها ولكن لما رجعت لعند أمي بعد فترة من الزمن حالتها الصحية ساءت ومرضت وتناديني هذاك اليوم وتقولي والله أني يعني ظلمت زوجتك شمسة وروح دور عليها وأني ودي أبري ذمتي قبل ما أموت والله شوفت عينكم محمد طبعا في هالوقت كانت صحته رايحة ويعني إنسان بالصورة تعبان ومشيب وحالته سودة وقال هذا العلم اللي جاك يا شيخ الشيخ هذا طبعا كان ابن جويد وراعي فعال زينه وكان يصيح الشمسة قالها يا شمسة انت طالق 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 وترات انت يا شمسة حرمتي علي وحليتي على ابن عمك وترى انا اخوكم وبجروا وبعزكم قالوا جزاك الله خير يا طويل العمر وقعد له كم يوم محمد عند الشيخ وقال له يا شيخ ودك ترخص لي ودي اروح اني ارجع لديرتي قالوا إذا الله هداك اقعد عني هنا بهالديره وبعد ما هالمرة تقضي عدتها بنت عمك نكتب لك عليها وتتزوجها وكانت بهالوقت شمسة مخلفة ولاد اثنين من هالشيخ هذا قال لا بالله ودي اروح اني يا طويل العمر ودك ترخص لي ويقوم الشيخ هذا يقول الشمس قالها احنا عندنا ولاد اثنين واحد تاخذينه معاش وواحد يظل عندي. قالت له اللي ودك يا انت تفصل واني البس ويقوم يعطيهم من المال ويعطيهم من الحلال ويركبون ويمشون. بعد ما مشوا الولد الصغير اللي ظل عند ابوه الشيخ قام صار يبشي ويريد يلحق امه. قام نادى عليهم قال تعالي هذا الوليد وده ياتش وما راح يعيش من دونك. أخذيه معاك وهذول الولادة اثنين لك ولا كبروا وصاروا ترى هم يردون لهالهم ويقوم محمد يرجع على ديرته وبلاده ومعاه زوجته وهالولادة اثنين وخذوا معاهم اللي بوها نصيبة من الشيخ ورجع محمد وصل بلاده ورجعت شمسة الولدها وكانت هالعرب مبسوطة برجعة شمسة وخصوصا اهلها اللي طبعا لما رجع محمد واسالوه قالوا وين شمسه وين راحت شمسه قال والله غفلت عنها وشلتها ضباع وشلتها سباع يعني دبر له حجه واقتنعت العرب لانه بايامها فعلا الدواب هذه والحيوانات المفترسه كثيرة وقالوا الله يرحمها العبره من القصه الظلم الظلم ظلمات وخصوصا بعض الحماوات الله يصلحهن ويهديهن يقعدن يتحججن على شناينهم وفلانة شالت وفلانة حطت بدون أي سبب هيتش يعني يتحججن عليهن على أتفه الأسباب ويسولهن المشاكل ويسبب المشاكل بين أبنائهن وبين زوجاتهم وترى نسمع كثير من هالقصص هذه قصص الحماية والكنة فالظلم ظلمات والوحدة قدامها قبر وقدامها حساب وقدامها جورة وقدامها آخرة لازم تحسب حسابها قبل لا تظلم لأنه يا ما صارت حالات وتفتري وجرائم قتل وخراب بيوت وخراب عائلات وتشرد أطفال بسبب الحقد اللي يتكنوا بعض الحمايات للكناين أصلح الله حالهن وهداهن كانت هذه نهاية قصتنا لهذا اليوم لعل وعسى انه يتعظ منها الكثير لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه